السلام عليكم يا جماعة، أخباركم؟ عساكم طيبين إن شاء الله. اليوم شباب راح نلعب كلاي تاون. هذه لعبة فريدة من نوعها، تعتمد على حل الألغاز وإنك تعرف الستوري. أنت من نفسك لازم تعرف وش القصة. طبعا لعبة رعب هذه شباب، بس ما أعتقد إنها مخيفة لدرجة كبيرة، يعني بنحطها في الدرجة الثانية يمكن، أو يمكن حتى درجة أولى. مستحيل توصل درجة ثالثة، مستحيل. قبل لا نبدأ شباب لا تنسوا تدعمونا باللايكات، حاولوا نوصل هذا الحلقة أكبر عدد ممكن من اللايكات، لأن بحاول قد ما أقدر إني أترجم لكم هذه اللعبة. الآن مثل ما هو مكتوب لنا إنهم يقولوا لي إن أنت اسمك جاي دانكن، يو آر ريبورتر، يعني أنت تشتغل كمراسل لإذاعة إخبارية محلية، وأبحث عن قصة كبيرة عشان نجلب المزيد من الحركة والحماس في هذه الإذاعة. والفكرة بكل بساطة إني أروح إلى بيت مسكون في منطقتي أنا، وأعرف إذا كان أقدر أشوف أي شيء يستحق الكتابة عنه. حلو. وإذا كنت محظوظ احتمال أشوف شخص أو شخصين في عداد المفقودين، في شخصين مفقودين في هذه المنطقة، واحتمال بشكل كبير إن هذا الشيء يصنع لك قصة خيالية إلك أنت كمراسل. هذا الكلام هم اللي يقولوه. خلونا نبدأ اللعبة ونشوف ونحل الألغاز ونتعرف على القصة أكثر. بسم الله نبدأ. الحين أنا ضبطتكم وترجمت لكم، عاد لا تقصروا في اللايك شباب، فلوها لايكات، فجروها لايكات. عموما أنا الحين في هذا البيت المسكون، كالعادة ظلمة. أوكي الحين نشوف، ندخل البيت. اوكي هذا هو البيت، هدوء. في صوت زي الهلوسة، نحاول نركب فوق. انا الان في بيت، حلو، في شموع وقاعد اسمع اشياء تتحرك. البيت هذا احسه متاهة. يما كيكة تيكت، تقول لي تيكت، وش اخذ؟ ايوه خذ المفتاح. اوكي حروف واجد فيه، A B C D E F G H I J K L M N Q R S T U W. آخر شي حرف ال في هنا. من هو اللي يفتح الباب؟ شغلتنا بس نحاول نفتش المنطقة هذه. أو ريدت، تقول لي ريدت take it gallery keynote. اوكي into the away toy room key. اوكي لا صدقوا ان انا شكلي شباب في بيت من بيت الالعاب. اوكي فتحنا الباب. ايه قلت لكم انا شكلي في بيت اللعبة، بحط لكم صورته. وش اللي اقصده انا، يعني انا دمية شكلي بعد. قرابت وش اخذ؟ ما تخوف دي. اوكي صار عندي سكين. يما بليز 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 لا تتحرك انت. انا شغلتي وشو، احاول اسمع صوت هذه اللي تهمس لي. هذه سيارتك، والله سيارتك تعبانه واجد، وتقول ان عيوني عورتني. فلتر حاطين لنا، فلتر مره غريب. ونهدي اللي كانت تكلمني، لو سمحتي ساعديني. هذا باب، لا بيبان واجد مقفله. في واحد هني، في حاجه هني، واحد ما ادري وش يسوي. انا ما احب سالفه اني افتح الباب بهالطريقه، تراها افتح الباب بوجهي. تيكت ريدت. اوكي الحين الفكرة هو اني بس لازم اعرف السكين في ويش استخدمها. وات؟ اوكي طفلت، والله يستر. وش اللي بصير؟ كأني اوه تعال، وش سويت في روحي انا؟ يا الله طفيت الليل. لحظة، هل في فلاش لايت ولا ما في؟ اوكي الحين شفت الضوء انا، واخيرا بقدر انزل الدرج. والله اني ما اشوف شي. اوكي صار عندي ضوء. اوه اخيرا. طيب الحين انا مستخدم السكين عشان اقص هذا واكسره. كيب جوينج يوسف، الامور طيبة. هلو انت بعدك هني. ضحكت فنانة يا حجية كلميني. اوكي خلاص يعني نركب فوق، اهم شي بس انك قاعد تكتب الحين. انا اذا ما خاب ظني هذا تنويم مغناطيسي الحين عشان يهيئوني للخلعة. يلي قاعدة تهمسي اهمسي لي مرة ثانية ممكن احتاجش ترى. دقيقة كان اسمعش. اي اسمعش تجيني قريبة هني. كلمي عدل ما اسمعش يا كريهة. ايوه مؤثرات 100. هاند لايت. I think I'm safe for now. اوكي انا بامان يقول. and I don't know what that things is but leered it into the gallery and locked the door. I just need to find a way out of here. wait where did the key go. اوكي يقول انا ابغى اطلع الحين من هنا. توك داخل ترى والشباب وش فيك خفت. زين ويتكلم عن الشخص اللي شافه، يتكلم عن الشخص اللي شافه عند بس هو يحتاج مفتاح. كل شوي اقرا رسالة انا بس ما اشوف مفاتيح. سمعت كلمة تيكت انا. لحظة فوق لو تحت. جت كي. اوكي جت كي فوق. ترى اسمعش انا هني. ها معقول تينا فوق؟ والله ادو ها. اوكي I will take it. ازعجتي. دواس مو هني صار ده ادو ها. بسم الله السلام عليكم. اوه يعني انت دمية صح؟ وات وين هو الكي؟ It's important. اوكي يلا. اوكي اخذنا المفتاح المربع خلاص. في شي ناخذه. دقيقة خلنا نضغط هنا. والله كانها جرادة، هذه جرادة وما ادري وش سحر. طيب الحين مفتاح نجرب نفتح هذا الباب. لا اتنفس شي ترى انا اخاف. ايوه هذا الباب مفروض يعني. لا مو ده. ذا كي بروكن. المفتاح شكله انكسر. لحظة وش صار هني؟ تغير المكان ولا وات؟ لا اللغز ده ما ابغى. ارقام انا واجد رياضيات. دخلت انا تحولت الى دومية شكلي. اوكي 5 2 7 6 0 7. اوه هالرقم وات صار في دومية هني. دقيقة واحد لازم افهم. اتوقع اختار الارقام الغير مكررة يعني 9 0 صح؟ موجود 0 هني. 8 طيب 4 مو موجود. حلو 1 2 3 4 5 6. 6 ارقام هي. هاو ذا سنيكس. اتوقع يقول لي شوف صورة، كأنه يقول لي شوف صورة فيها سنيك. ايوه اديها سنيك اديها. حلو وبعدين اوكي لحظة توني بديت افهم. السنيك هني في الزاوية صح؟ اوكي هذه رسالة شباب زي الشعر مكتوب او magnificent image how the snake ruin you. كيف الثعابين تدمرك. وبعدين واو صورة ابداعية كيف الغربان يكرهوك. وبعدين how the judge needs you كيف القاضي يحتاجك. hearts ريبير يعني اتوقع يقصدوا منها الفلوس. الحين احنا عرفنا لازم اشوف صورة السنيك وشفناها، ولازم اعرف صورة الغراب بعدنا ما نشوفها، والقاضي نحتاج للغراب والقاضي والقلب الهارتس. يعني اذا الغراب في هذه الزاوية ما ادري، اذا الثعبان هنا الغراب هنا، اوكي الغراب هنا، يعني هنا الرقم احتاج ارسمها دي انا بس اتذكرها. يعني الغراب في الزاوية، في الزاوية تحت، وهذا السنيك هنا. ايوه ده القلب، شفنا القلب، القلب نفس الشي في الزاوية، كلها في الزوايا الارقام. انا الحين حفظت الغراب من هناك، يعني رقم واحد صار قريب ده. وشو بعد؟ الجج، نحتاج الجج، هذا الجج اتوقع ميزان هو اللي يحكم صح؟ يعني اوكي على الزاوية مني، واحد اثنين ثلاثة أربعة، باقي حاجتين، باقي صورتين بس. دقيقة من جديد نقرأ. wake I wake by your استيقاظ. اوكي هذا استيقاظ يعني wake. نرجع اللغز هذا هو سهل يعني، بس إن ساعات تحس انك ضايع، حاجة فيها استيقاظ يعني وكذي، او جالس يعني. ويك وشو ذا؟ في واحد هني، كأنه في واحد هني قاعد يعني، سرير سرير سرير، كأنه سرير. اوكي الحين يعني الويك، الويك هذا الويك، الارقام كلها في الزوايا هي، والله كلها في الزوايا. اوكي خلينا ندخل مرة اخيرة. الحين حفظنا مكان الصور، الحين علينا نحفظ مكان الارقام. ها وش في ذا كل شوي يتقرب يقطع علي؟ واحد واحد اثنين اثنين خمسة صفر سبعة. اوكي واحد اثنين اثنين خمسة صفر سبعة، واحد اثنين اثنين خمسة صفر سبعة، واحد اثنين اثنين خمسة صفر سبعة، واحد اثنين اثنين خمسة صفر سبعة. فتح؟ اي اوكي فتح، لازم اضغط. ايوه مفتاح ثاني مربع. الحين انزل تحت واخيرا. The door won't fall. لا واحد وين باني ارجع اليه ده؟ الله يستر. وات عيون، الله يستر سويت سحر انا، فتحته. يمه وشو ده؟ يروح. Oh my god please انهوا اللعبة خلاص، ما بلعب والله، اسف ما بحل الغاز. ديمو هي صح، خلاص ما باك زيادة. والله ما بزيادة، نص الليل الحين ما باص. تعال طفل ليت شكله. اوه صار ظلمة بزيادة. افتحوا الباب بل يما. ابتسامة كبيرة عريضة، فتح الباب اخيرا. اوكي الحين عندي المفتاح. هذا وش سالفته ده؟ جرادة متعلقة. على العموم ندخل هنا ونفتح ذا الباب. ياه ليتس جو. اوكي قاعد انزل في ماي، في الارضية في ماي، دخلت زي السرداب شكلي. تيك ات. في واحد قاعد يغافص، مالي شغل، انا بس بقرا، انا بغى اقرا انا. I won't say this again، ما راح اقول هذا الشي يا ولد. هذه رسالة الى ولده، يقول له لا تضايقني اذا انا كنت في الاستديو، واذا تبغى تقول اي شي كلمني اذا انا كنت ما اشتغل. هذا شكله 24 ساعة يشتغل. من هو ذا اللي يشتغل؟ مفتاح زين كي. اوكي في مفاتيح، في اختباء. الله يستر الله يستر يا الحبيب، في اختباء. اوكي دامنا فيه اختباء يعني فيها خلنا نحفظ الطريق يعني افلح واجي هني ونخش. طبختها انا خلاص، يعني انزل تحت وانزل. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you so much for playing our demo. لا 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 لا، مو الحين، لا تنهوا اللعبة الحين. If you would you like to quit? No no. أنا قلت no ما قلت yes. الفصلة اللي سووها من أغرب الفصلات صراحة. ويوم اندمجت وخشيت في اللعبة، خشيت في الجو، فصلوني. على العموم شباب أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقة اليوم. الصراحة اللعبة مبين عليها حليوة، واللغز اللي سويته أو اللغزهم اللي حطوه يعني حليو ومميز. يعني ما هو صعب واجد ولا هو سهل واجد، يحتاج استنتاج وتفكير كذا يعني. أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقة اليوم شباب، لا تنسون من اللايك والدعم، وإذا كنت توك جديد على القناة لا تنسى تشترك وتفعل جرس التنبيهات، وترى أنا أنزل بشكل يومي شباب. يعطيكم العافية ومع السلامة.